السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتي، قناة مطبخ سامية. اليوم حابة ندير لا غوسيت تاع لي كوكيز بحبوب الشوكولا. للمقادير نحتاج 100 غرام زبدة طرية، هايليك 2 مغارف صغار كاكاو، ثلاثمية غرام فرينة، مية غرام سكر ناعم، سكر كلاس، اثنين صفار بيض، هنا عندي 2 مغارف كبار مايزينا ولا نشا لما يعادل إلى 50 غرام نشا، مية غرام حبيبات شوكولا، مغرفة صغيرة خميرة كيميائية، دوكا نبدأ على بركة الله. نبدأ ندير نخلط الزبدة مع السكر، نزيد 2 صفار بيض، نخلطهم، تقدروا تخلطوا بيديكم ولا بالباتور كما حبيتم. خليت مليح، دوكا نزيد النشا ولا المايزينا مع الخميرة، نزيد نخلط، نزيد الكاكاو مع حبيبات الشوكولا،
نزيد المخلط وفي الاخير نزيد الفرينه باش نجمع العجينه تاعي ندير شويه بشويه دوكا انا كملت هاي لك العجينه الفرينه ما درتهاش كامل شوفوا درت غير شويه باسكو الفرينه تاعي اللي شريتها دوكا تشرب نتوما ما ديروش كامل الفرينه ديروا شويه بشويه حتى تلموها كامل وتحبسوا سينو تيبس لكم تولي ماشي لي كوكيز يقولوا ماشي ملاح ها هاك واش خليت دوكا مع العجينه تاعي ندير كريات هاي لك لازم تكون شويه طريه باش ما تيبسش ندير كريات جو فير اون بول نديرلها هكا شويه نديرهم شويه صغار نديرهم في بلاكا في سنيوه نطيبهم على 160 درجه نكمل العجينة تاعي كامل كيما هاك ونولي ونطيبهم ونولي فيما بعد باش نوري لكم النهاية شكلهم النهائي هاوليك العجينة كيفاش درتهم دوكا نطيبهم على 160 درجة ونولي فيما بعد باش نوريلكم الطياب تاعهم هاوليك لي كوكيز تاعنا بالحبيبات الشوكولا دونك لا عندي لي كوكيز او بيبيت دو شوكولا قعدوا لي حوالي 25 إلى 30 دقيقة في الفرن
لازم تعسوهم مليح باسكو يقدروا يحرقوا لكم على حساب الفرن تاعكم، كاين يطيبوا بالخف وكاين يطولوا. نتمنى تعجب لكم الوصفة. دوكا تقدروا تشوفوا لا ريسيت ولا الوصفة في الكونت انستغرام تاعي مطبخ سامية ولا كويزين سامية، تلقاوها مكتوبة كاملة مع المقادير ومع طريقة التحضير. الى عجبتكم الوصفه ما عليكم غير ديروا جيم بارطاجيو، وما تنساوش ما تنساوش تشاركوا في القناه باش يوصلكم الجديد من الوصفات، وان شاء الله مع وصفه جديده ان شاء الله. هاوليكم الداخل، كيما قلت لكم قبيل مع الفرينه نسيت ما نسيتكمش مع الفرينه، ما تنساوش ديروا غير شويه بشويه، ما ديروهاش كامل، ما 300 غرام ما ديروهمش كامل، كاين فرينه تشرب كاين اللي ما تشربش، لازم ديروا غير بشويه باش ما تيبس لكمش العجينه. والى اللقاء مع الوصفة القادمة إن شاء الله، إلى اللقاء.